من مطار وجده انقره علامه طائره تابعه للخطوط البلديه المغربيه في اتجاه المدينه المنوره بالمملكه العربيه السعوديه. الرحله رقم ارتي 2018 في ارض مقدسه لاداء مناسك الحج برسم سنه 1440 هجريه، والتي جاء فيها حجاج الميامين في هذا السياق. نذكركم بضرورة التزود بالتقوى التي خير زاد في هذه الرحلة الميمونة، وبالتحلي بحسن الخلق في موسم عظيم ينبغي أن يحرص فيه المسلمون على أمرين عظيمين متكاملين، أولهما توحيدهم لله الواحد الأحد، والأمر الثاني تجسيد وحدتهم واعتصامهم بحبل همتين. فلقد أقام الإسلام ركن الحج على أساس تجسيد المساواة بين المؤمنين، وهم على صعيد واحد بالبيت الحرام ومنى وعرفات، وذلك بإحرامهم حيث لا تمييز بينهم بأي اعتبار. حجاج الميامين، لا ينبغي أن يغيب عن بالكم طيلة قيامكم بشعائر الحج والعمرة أنكم تشاركون إخوانكم من كافة بلدان العالم الإسلامي في هذا الموسم العظيم والمقام المهم، فكونوا بمثابة سفراء لوطنكم. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجكم مبرورا وزادكم مشكورا. كلمة السيد الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد عامر الإقليم السيد عامر على الإقليم الجزيرة المحترم، السادة أعضاء المرافقين المحترمون، السادة الحجاج الميامين المحترمون الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن أهنئ حجاج الميامين على أن وفقه الله تبارك وتعالى لأداء هذه الفريضة، وأهنئ أيضا كل الحاضرين الذين يساهمون في هذا المشروع الرباني ويساهمون في هذه الاستعدادات ليكون الحاج إن شاء الله مرتاحا في ذهابه وإيابه. حتى لا أطيل على أحبتي، فقط أوجه بعض التوجيهات مركزة لنتدارك إن شاء الله مع الأمور التي يمكن تداركها في هذه اللحظات المتبقية للسفر. في بداية الأمر أقول إن الحاج له أمور كثيرة ينبغي أن يعتني بها، هناك أمور عليه أن يعتني بها قبل الذهاب، وهناك أمور أيضا عليه أن يعتني بها أثناء الوصول إلى الدار المقدسة، وسأذكرها باختصار. تلقيت من الشيخ كثير في الدروس التي كانت تعقد في المساجد بتنظيم من مجلس التدريب وبالتنسيق مع العملاء ومدربية الشؤون الإسلامية. أذكر فقط قبل الذهاب إلى الحج، على المدرب للحاج أن يستعد استعدادا رزينا، وعلى رأس هذا الاستعداد أن يتوب إلى الله توبة النصوح. التوبة النصوح هي أساس قبول العبادات وأهم العبادات في أداء فريضة الحج. والتوبة النصوح كما عرف العلماء أن يندم، إنسان يصدر من مجموعة أمور كثيرة، أن يندم على التصرفات التي كانت لا ترضي الله تبارك وتعالى في حياته. من شروط التوبة النصوح أن يندم على كل تصرف كان فيه يرضي الله تبارك وتعالى، وأن يقلع حيث هذا النوع من التصرف. خذوا عني مناسككم كما قال في الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج قال خذوا سيد عامر صلى
السيد رئيس مجلس التعليم المهدي السيد المحترم، السادة أنشاء السلطة المحترمين، السادة مكتبي الإدارات والمصالح الدينية والإدارية المحترمين، حجاجنا المياهي، إنه لمن دواعي السرور والابتهاج أن نجتمع في هذا الفضاء الطيب لنلتقي ولنودع حجاجنا المهنيين حجاج إقليم كرسيف. حجاجنا المهنيين، هنيئا لكم عن هذه الفرصة العمرية العظيمة التي وهبكم الله إياها، فهذه نعمة أنعم الله بها عليكم ويسرها لكم، ويسر لكم أداء الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة. إنكم ستغادرون أرض الوطن العزيز لتحلوا بأقدس وأطهر البقاع لأداء هذه الشعيرة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإنكم في حجكم هذا تحتاجون إلى معرفة تامة بفقه الحج والعمرة مع التحلي بالأخلاق الكريمة والسلوك الحسن. ففي هذا التجمع الإسلامي الكبير الذي دعا إليه الله سبحانه بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ستلتقون أقواما من مختلف البلدان ومختلف الأجناس، وكلهم متوجهون إلى الباري عز وجل يرجون رحمته ومغفرته. أود أن أقدم بعض النصائح التي تهم إخواننا الحجاج حتى يمر حجهم في أحسن الظروف. أول هذه النصائح: أخذ قسط من الراحة قبل مغادرة البيت. الرحلة تصل واحد على 8 ساعات وتوجه إلى المطار كما جاء في كلمة السيد العالم المحترم، تصل واحد على 8 ساعات ولا باش توصل الفندق واحد عدد من الساعات كبير. إذا نحتاج أننا نرتاح قبل ما نتوجه للمطار. بالنسبة للوصول إلى من وصول المطار ديال المدينة المنورة، خاصة نحرصوا على حمل الباج. هذاك الباج راه بحالو بحال لاكارت ناسيونال، إلا ضيعتو ولا خليتو في الغرفة وخرجت لا قدر الله إنسان هنا ولا شي حاجة ما غاديش تعلمش ولا الهوية. يعني هذا الإنسان يحاول يحملو يبدلو. فوالا غادي يبقى دابا عندكم طيلة الزيارة. فين ما كنتو باش ندير مثل لا قدر الله غادي يوقع له شي حاجة تعرفو منين هو، اش مساعد اش ولا اش مدينة كنت زمان. دونك هذا هو لا كنخلصو هذا ديال الدكتور باش كتعرفو التوجه. يعني اول حاجه خاص يعني يكون واحد الاستعداد روحي ونفسي للحج، لان الحج هو واحد الركن من اركان الاسلام اللي هو واجب، ويعني حسب المستطاع الاساس يعني المادي والصحي، ويعني غادي يكون فيه واحد الاجهاد. نكونوا مستعدين انه راه كما تيقول الحج يعني ركن وكل شيء تيبغي يمشي للحج وفيه اجهاد وخصنا نصبر. دونك خصنا نستعدوا، باش نستعدوا اول حاجه خصنا قبل ما نمشي واحد يومين خصنا يعني يكون عندنا واحد قدو على النظام الغذائي ديالنا. دونك الجانب كاع ما هو ديك يكون عندنا النظام الغذائي متوازن، وجبات خفيفة ما يكونش داك المقليات الدهون، يكون الخضروات الفواكه الحبوب باش يعني باش نعني يكون يعني داك النظام الغذائي
نتعودوا عليه منين غنمشيو ان شاء الله للحج. كذلك خصو يكون واحد النوم كافي، النوم كافي باش نتعمش. كذلك خصنا يعني نحاولوا نبقاو نتمشاو قبل ما نمشيو للحج، لان راه تما الحج راه كاين كما ذكروا الاخوان غادي يكون المشي، دونك خصنا نبقاو نتمشاو باش نطوروا اللياقه البدنيه. كذلك قلنا الاستعداد النفسي دابا اثناء تواجدنا يعني بالحج، دونك خصنا ملي غنكون ان شاء الله تما اول حاجه خصنا النظافه، نحاول لان تما غيكون الاختلاط تكون نحاول دائما نغسل يدينا بالماء والصابون، دائما نغسل يدينا باش ما ان الاحتكاكات وداك الملامسه تجي من الميكروبوس والفيروسات، لان كاين اختلاط. اولا ما كانش عندنا الماء والصابون نديو معنا داك المعقم بحال اللي كنا تنديرو في ايام ديال كورونا، المعقم نحاولو نديوه معنا. مطار كما تفضل السيد العامر المحترم، خصكم تكونوا 5 سوايع 6 سوايع قبل المغرب، قبل ديبار ديال الطياره، قبل الاقلاع. عندكم الطائره على الساعه 10، غادي خصكم تكونوا على الساعه 4 في المغرب، لحقاش كاينين اجراءات بزاف كياخذوا الوقت. يعني خذوها بعين الاعتبار على الساعة 4 إن شاء الله تكونوا في المطار وفداء أمن. بالنسبة غتوصلوا إن شاء الله المطار، كاينين جميع الوسائل اللي كتسهل لكم المرور ديالكم. عند الوصول غتلقاو لي شاريو، دوك العربات اللي كديروا عليهم الأمتعة، حقاش غادي يكون عندكم نوع باش تدخلوا المرافقين ديالكم. المرافقين كاين عندهم العائلات، العائلات الأولاد ولا شي واحد من الأقارب ديالكم، غادي خصكم تدخلوا بوحد إلا الناس اللي عندهم المعاهد. يعني دابا الاحتياجات الخاصة هادو كناخدهم بعين الاعتبار، وغادي يكون بطبيعة الحال الناس ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية غادي يكونوا مرافقين ديالهم، غادي يرافقوكم حتى البوابة ديال الطائرة. يعني كلشي داكشي اللي غتحتاجوه إن شاء الله غادي يكون يعني بالإيدين ديالكم. عند الدخول المطار الله يخليكم، إذا كان ديروا سكان معمولين حيتاش غادي تحتاجوا باسبور ودفتر الصحي، هادو غادي تحتاجوا كل خطرة تخرجوا ما تعاودوا تدخلوا. يعني ديروهم شي شاكوش ولا شي صاك اللي غادي يكون قريب ليديكم. اول حاجه كتمشيو للمكتب ديال تسجيل الامتعه، المكتب ديال تسجيل الامتعه عندكم امتعه غتصيفطو غتفرقوا معاهم غتصيفطو تحت الطائره، وامتعه غتهزوهم نوصيكم على حساب الكيلوات. كاين الناس اللي كيكونوا ما عارفينش يعني الانضباط ديال الكيلوات والشكل ديال السكر. الله يخليكم، كل صاك اللي غادي تسيفط اللي غتفرقوا معاه ما تفوتوش 23 كيلو، 23 كيلو بالنسبه للسكه اللي غتفوتوهم. وعندكم صاك ديال 10 كيلو كيكون مويان ماشي كبير، صاك مويان راهم عارفين الناس ديال اول بكرات الاصفار والناس ديال الاوقاف، غادي يشبعكم المعايير ديال داك الصاك. يعني اللي غتصيفطوه ما تفوتوش 23 كيلو، واللي غادي يرافقكم الطائره هذاك فيه 10 كيلو. ما عارفش دوك كلشي راه كلشي غادي يمشي، يكون بالصف فلان فاطمه كانت كبير كبير يبقى يدير المحركات من مره كيمشي يخسر الفلوس يخسر الصحه ويجي ما جا والو. ما يجيش يكون بخير، ما يجيش يكون بخير، ما يجيش يكون الصبر. الصبر هما راه كما الصبر، الصبر اللي يعني هاري نعاونو ما تقدرش انت تعاون اي طلب ولا اخر، والعام تاعك ماشي غير تفكر. ولهذا ونتمناو جميعا منكم المدعو مع سيدنا نصر الله اليوم البلاد ديالنا المغرب البلاد ديالنا ونداو المسؤولين ديالنا ونداو مع كل شيء، واخا ما ندعو بجاهر ندعو بالقلب ديالنا. يا رب يعني الله يرحم بلدنا يرحم جميع المسلمين والمسلمات. ولهذا نجزكم بخير، انا ما نعرفش نوصيكم على شي حوايج لان راه كاينين عندنا الناس.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.